خرج إلى النور المؤتمر العالمي لسيادة القانون لعام 2022، مؤشر عالمي يخرج إلى النور لهذا العام الصادر عن مشروع العدالة العالمي والذي يقيس سيادة القانون في 126 دولة في العالم، وجاءت الدنمارك في صدارته. أما مصر فهي في ذيل الترتيب العربي ومؤخرة الترتيب العالمي. حلت مصر أخيرا في ترتيب دول منطقة الشرق الأوسط، وحصلت على درجات متدنية جدا في جانب حرية التعبير، وهو الجانب الأسوأ في سجل مصر بالمؤشر. تأتي تلك النتيجة بعد أيام قليلة من الإفراج عن عشرات المعتقلين السياسيين في مصر، ومع ذلك لم تشفع تلك الإفراجات بقيادة العوضي بيك عن تزيلها للمجموعة، لأن الحقيقة تصرخ وتئن وتقول أن هناك عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين لم ولن تفرج عنهم الدولة بحجة أمن قومي يا بيه. على جانب آخر من الحكاية، ترى رجال السلطة وحواشيهم والمتوددين والمنتفعين لهم وفنانيهم المصطحبين للمخدرات والمصطبحين بها تجدون في أمان من هذا العدوان، تجدون في مأمن تام من هذا العدوان السافر. فلا إعدام في قتل، ولا حبس في سرقة، ولا توبيخ في هتك عرض، ولا حبس في شد لا مؤاخذة كوكايين، ولا غضب في اصطحاب مرجوانا بينما طالب في الجامعة يقبع في زنزانة غير آدمية منذ 7 سنوات. لماذا؟ لمجرد أنه هتف عيش، حرية، عدالة اجتماعية. فبأي عقل تحكمون؟ نتعجب من قدرة مرتضى منصور الذي يعتبر دولة فوق الدولة، كيف له أن يسب يمينا ويسارا ولا أحد يحاسبه؟ نتعجب من برطعة رجل أعمال متهم بقتل فنانة في الإمارات قد شمله عفو رئاسي. نتعجب من قاضي في مجلس الدولة راود متهمة عن نفسها ولم يحاسب. نمارس العجب ويستمر العجب، ونتعجب بابن اللواء الذي ضبط بمخدرات على طريق الساحل، ورقة من فئة الـ200 جنيه كانت خير زاد ومفتاح لخروجه بعد ما كرمشها في إيد ضابط الشرطة المرتشي. نتعجب ونتعجب ولا ندري لماذا يقبع عشرات الآلاف من البشر في سجون مصر في قضايا رأي. نعم، قضايا رأي. من أخطر على المجتمع؟ أين نخنوخ؟ وأين من أرشد الشرطة عنه؟ هذا براءة وذاك قابع في السجن ينتظر الإعدام. كان الطبيعي والمنطقي أن تتزيل مصر لسيادة القانون في العالم، بل الأصوب أن تتزيل الدول التي لا تقيم للقانون وزنا، فهو أعزائي المشاهدين مجرد حبر على ورق. نعم يا سادة، إنه مجرد حبر على ورق. والله يرحمك يا أبو العيد. قل لي بربك أين ستشاهد هذا المشهد، معتقل لوزير الغلابة، صورة ومشهد لوزير الغلابة الدكتور باسم عودة وهو يحمل طفلته على يديه ويقف أمام القاضي في المحكمة؟ أين ستشاهد تلك المشاهد المخزية للمعتقلين والمسجونين وأصحاب الرأي إلا في مصر؟ ستجدها فقط في مصر. هذا المشهد مشهد كارثي. هذا الرجل كان وزيرا يقوم بدوره لمؤازرة الغلابة والبحث عن قوت الغلابة. شايفين يا جماعة، شايل بنته واقف وحراسة مشددة جوه المحكمة، مش عارف الراجل يعني ايه خطورته، يعني ما هو مكمن خطورة هذا الرجل باسم عودة حتى يحاط بتلك البذلات الرسمية والضباط وأمام القاضي والمحكمة، وفي الآخر تقول لي سيادة القانون والشفافية
ومؤشرات ومصر ترتيبها كام؟ إذا أردت أن تعرف ترتيب مصر فانظر إلى هذا المشهد.